بعد شر عليك تعرضت للإشاعة وفاة سي محمد، ديرك فاش تعملت مع ديك الإشاعة؟ واش نقول لك؟ كاين بزاف كان يقول لو كان يقول له ما يأمنيش ضربة الأولى كي سمعت بها تقلقت، نكذب عليك نقول لك ما تقلقش، كان يقول لك تقلق تاعي ما فاتش ربع ساعة. ومن بعد شفت الناس تعيط لي في تليفونات والناس واش دارت عليا واش هضرت عليا فرحت. بينت لك محبة الناس كثر من فرحت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كان دار لي حاجة بالقليل اللي تصرى له واحد يشوف تفينتو. أنا تفينتي شتها شت الغاشي اللي جاني وشت الغاشي اللي ضرب بيا شت كلش الناس اللي يحبوك الحمد لله شت الناس لعبوني وشت ما خلونيش تليفون تحسبيني بربي غير من 9 تاع الصباح عيط لي واحد من الوهران هو الاول هو عيط لي قال لي كفارك منها كلش قلت له غير الخير قال لي افتح الفيسبوك لقيتها ومن بعد من 9 التليفون حتى 4 تاع العشيه بحبس وليت ما ريبونديش نقول الو وليت كي نرفد نقول له راني حي مباشره اللي يهضرب باش نحيلو هذاك الحرج هذاك اللي يكون فيه منها كلش نحيلو خاطر كاين اللي يقول لك سمعت بك كذا شغل شغل يحشم شويه يقول لك كيفاه راجل حي وانا نقول له كلمه كيما هذه ما تجيش قبل ما يقول لي هو غير ما يصوني التليفون نرفد نقول له راني حي ما نخزوش كاع شكون بالك يحيط لي يما راني حي عندك برك الاشاعه هذيك مش مليحه عندي اختي مريضة مسكينة ربي يشافيها إن شاء الله دوا للسبيطار جات ليها وحدة قلت لها البركة فيكم قلت لها في من قلت لها أخوك محمد طاحت دوا للسبيطار مسكينة يومين باش فطنت باش عاودت فطنت يعني شفت يعني أي مدى يقدروا الناس يضروا وعندي خياتي الأخرين كيف كيف مرضوا بصح هذه مسكينة تحبني بزاف تبغيني بزاف يعني اختي مليكة شكرا نجو لهم تحية كامل للعائلة ديالك يعني ماشي غير انت محمد اللي صارت له هذا الشيء يعني شفنا فنانين كبار واسماء ثقيلة يعني على ماشي غير في الجزائر اللي صارت لهم إشاعة الوفاة أنا الإشاعة تاع الوفاة تاعي يسمى ما جاتش تقدر تقولي غلطة ماشي إشاعة خاطش في ضربة هذيك مات خويا محمود صراحة خلطة ما بينك وما بين شخص داروا تصويرتي وداروا اسم محمود وكانوا وين داروا تصويرتي وداروا اسمي سما صرا خلط هنا صرا صرا خلط بيناتنا هذيك اللي صرت الاشياء هذيك هذيك ما نتمناها حتى الواحد ويعني نقول للناس تاكدوا خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قال لك كي يجيك فسق بنباء فتبينوا الانسان لازم يتبين يعرف الحقيقه ومن بعد درها عادي ما فيش مش مشكل نموت كاع نموتوا كاين بزاف ناس سورتو في المواقع التواصل الاجتماعي اللي يتعمدوا ينشروا هذه الاشاعات باش ياخذوا باش يديروا لو بوز ويدوا عدد كبير تاع لي كومونتير والتعليقات. نعطيك انا مثلا انت واش تقول لهاد الناس اللي بالك ما عندهمش ضمير؟ انا اللي اثر فيا بزاف عتيقه اثرت فيا بزاف مسكينه عتيقه قلت له قدا الخطره شتي مسكينه كيفاه سويلها قلت له ما قلتلوش سويلا صح كما بزاف فنانين ربي يجيب له شفاء ونوجه تحيه ليه والفنانة عتيقة ان شاء الله عتيقة ان شاء الله بربي تكون هي انا مورا مليحة دوكا الحمد لله خاطر انا ندعو لها اكيد ومن بعد صرات ومن بعد القطيعة وتوقف